بيبدأ المسلسل مع صوت الكاتب مصطفى محمود وهو بيتكلم عن الحب وبيقول إن العلاقات العاطفية مش من صفاتها الدوام لكن من صفاتها الاشتعال والتقلب والتناقض وإن هو ده سر دوام العلاقات والحب. وبعدها بتظهر مريم واللي بنشوفها وهي بتحضر الفطار لبنتها واللي بتحضنها قبل ما تروح المدرسة وبعدها بتجهز عشان تخرج وبيظهر إنها متضايقة من سليم زوجها بسبب إنه نايم لوقت متأخر ولما بتخرج بتتصل على ريهام صاحبتها وبتطلب منها إنهم يخرجوا سوا ويفطروا فبترفض ريهام وبتقول لها إنها موظفة وراها شغل مش زيها فبتضحك مريم وبتتفق معاها إنهم يتقابلوا بالليل وبعدها بتوصل النادي وبتقعد مع أصحابها لكنها بتبقى مركزة في التليفون وده لإنها عايزة تحجز فيلا لرحلة الساحل وبيستغرب صحابها وده لإن فاضل وقت كبير على الصيف والأجازات فبتقول لهم مريم إنها بتحب تحجز من بدري وده لإن كل أصحابها بيعتمدوا عليها وبعدها بتبعت صور الفيلا على جروب الواتساب بتاع صحابها وبيشوفها مراد واللي بيقول لها إنها حلوة جدا لكن لسه بدري على السفر وبعدها بيظهر سليم واللي بيشوف الصور وبتتصل ريهام زوجته عليه وبتسأله عن رأيه في الفيلا فبيقول لها إنه لسه ما ظبطش مواعيده وإنه لسه بدري وبعدها بيظهر علي صاحبهم التالت واللي بيكون عايش في الجونة وبيصحى علي على رسالة مريم وبيقول لها إنها زنانة جدا وبيعرفها إنه هيسافر معاهم وبعدها بترجع مريم للبيت وبتلاقي سليم صاحي وبيضحك على الرسالة بتاعتها على الجروب وبيقول لها إنهم طول عمرهم بيتأخروا عادي والموضوع بيمشي لكن مريم بتبقى شايفة عكس كده وبتقول له إن هي الوحيدة اللي بتنقذهم وبتفكروا بكل المرات اللي أنقذتهم فيها وبعدها بيروح سليم الشغل وبنعرف إنه بيشتغل مخرج إعلانات ولما بيجي الليل بتجهز ريهام وبيسألها سيفن كانت عايزة تغير رأيها وتعمل عمرة معاه فبتقول له ريهام إنها مش هتعرف تاخد أجازة وبعدها بيروحوا عند مريم عشان يسهروا عندها وبتسألها ريهام عن صاحبة مراد وإنه لازم يعرفها على أصحابه فبتقولها مريم إنها مش عايزة تعرف وده لأن مفيش حد بيعرف يطلع بمعلومة من مراد وبعدها بيقعدوا كلهم وبيتكلموا عن علي صاحبهم وبتقول لهم ريهام إنه شاطر جدا في الشغل وبيضحكوا كلهم وده لأنهم عارفين إن علي بيحب الستات جدا ومش بيحب المسؤوليات وبيتفاجئوا بعدها لما سيف بيقول لهم إنه هيسافر وهيعمل عمرة فبيتبسط مراد وبيبارك له وبيقول لهم سيف إنه لما يرجع هيبطل كل حاجة وبيعدي 3 شهور وبتتكلم مريم مع ريهام وبتقول لها إنها تحجز عشان سفرية الساحل فبتوافق ريهام وبترفض تتكلم مع جوزها وده لأنه اتغير بعد العمرة وبقى بيرفض حاجات كتير فبتطمنها مريم وبتقول لها إنها تخلي سليم يكلمه واللي بيتكلم فعلا مع سيف وبيخليه يوافق وبيقول إنهم خلاص حجزوا فبيضطر سيف يوافق لكنه بيبقى متضايق وبيقول لها إنه مش عايزها تقعد في بيت مع حد غريب فبتتخانق ريهام معاه وبتقول إنه طول عمرهم بيعملوا كده وإنهم مش قاعدين مع حد غريب وبترفض إنها تتكلم مع صاحبتها وبتطلب منه إن هو اللي يتكلم مع سليم عشان ما يحرجهاش وبتروح مريم عند والدتها وبتطلب منها إنها تقعد مع بنتها لحد ما ترجع من السفر وبتعرفها إنها تسافر الجونة تاني مع زوجها بسبب شغله فبتتعصب والدتها عليها وده لإنها مش واثقة في نفسها ودايما بتشك في سليم وبتبقى عايزة تروح معاه في كل حتة وفي الوقت ده بيروح مراد عند أهله وبيفتحهم في موضوع جوازه وبيقولهم إن ناوي يخطب كمان شهر فبيتبسطوا جدا وبيشكروا في أهل البنت اللي بيحبها وبعدها بيجهزوا كلهم عشان السفر وبتتصل مريم على علي عشان تتأكد إنه هيسافر وبيتضايق سليم لما بيعرف إن مراد وعلي هيبقوا معاهم وبيتخانق مع ريهام لكن سليم بيهديه وبيقول إنهم إخوات وإن مفيش حد هيفكر إنه يبص على مراته ولا حتى هو ممكن يبص على مريم زوجته وفي الوقت ده بيشوف علي واحدة في الطريق فبيعكسها بالعربية وبيبدأ يسبقها لكنها هي اللي بتغلبه وبتسبقه بعربيتها فبيعجب بيها جدا وبيتبسط لما بيقابلها في الكافيه وبيقول لها إنه أول مرة يشوف واحدة بتسوق حلو وبيعرض عليها يجيب لها قهوة لكنها بترفض وبيقول إنه مش هيصاحبها وبتسيبه وبتمشي ولما بيجي الليل بيقعدوا كلهم وبيتكلم سليم عن سيف ومغامراته قبل ما يتجوز وبيضحكوا وبعدها بيوصل علي وبيتكلم مراد معاه عن البنت اللي بيحبها واللي بيكون اسمها هانيا وبيقول له إنه عايز يتجوز ويستقر لكن علي بيرفض وبيقول إنه عايز يفضل دمه خفيف وما يبقاش زي أصحابه وبعدها بيكلمه عن البنت اللي قابلها على الطريق وإنه أكيد هيقابلها تاني في الساحل وبعدها بيتعشوا سوا وبيتكلم مراد على هانيا وبيقول لهم إنه هيخطب الشهر الجاي وإنها بنت ناس وتستاهل إنه يتجوزها فبيقول سيف إنه إزاي أهلها يوافقوا إنها تبات معاه عادي لوحدها لو هي بنت ناس فعلا فبيزعل مراد من كلامه وبيسيب الأكل وبتروح ريهام وراه وبتحاول إنها تصالحه وبتقول له إن سيف اتغير وبقى كلامه غريب من ساعة ما رجع من السفر وبيضايق الكل من كلام سيف وبتقوله مريم إن في كلام ما ينفعش يتقال وإن دي حاجة ما تخصوش فبيحس سيف إنه غلط وبيصالح مراد وبعدها بتوصل هانيا وبيتصدم علي لما بيشوفها وده لإنها نفس البنت اللي قابلها على الطريق وبتتعرف هانيا عليهم كلهم وبعدها بتطلع أوضتها مع مراد ومش بتعجبها الأوضة بسبب إنها صغيرة وبتاخد الأوضة بتاعته وبتتبسط مريم بيها وبتقول لهم عليها إنها لطيفة لكن سيف وريهام مش بيقتنعوا وبيقولوا لها إنهم لسه ما يعرفوهاش وبعدها بتنزل هانيا وبتبقى عايزة تخرج وبيرتبك علي جدا خصوصا لما مراد بيجيب سيرة البنت اللي قابلها على الطريق وبيرفضوا كلهم إنهم يخرجوا وبعدها بتقعد هانيا مع مريم وريهام وبتتعرف عليهم وبتحكي لهم على شغلها وبتستغرب إن مريم مش بتشتغل فبتقول لها إن زوجها طول اليوم برا وإن كل شلتها ما يعرفوش يتحركوا من غيرها وبعد شوية بيطلعوا كلهم عشان يناموا وبتتوتر هانيا جدا وبت
بتفتكر اللي حصل مع علي، وفي الوقت ده بتشوفه قاعد بره فبتخرج عشان تتكلم معاه، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي مراد قدامها وبتضطر انها تكذب عليه وبتقوله انها نسيت الشحن بتاعها، وبتطمن لما بترجع الاوضه وبتتاكد انه ما سمعش حاجه. وتاني يوم بتصحى بدري وبتقعد لوحدها قدام حمام السباحه وبيشوفها سيف وهو خارج وبيبقى عايز يرجع، لكن هانيا بتنادي عليه وبتفضل تتكلم معاه وبتساله عن شغله، فبيقولها انه بيشتغل في شركه مسؤوله عن فنادق واوتيلات، لكنه حاليا ما عادش بيحب شغله بسبب الخمور اللي بتتقدم وان تفكيره اتغير وشاكك ان ده حرام. فبتقوله هانيا ان اي شغل ينفع يبقى حرام وحلال، وان مش هو اللي بيقدم الخمور بايده، وان والدها دايما بيقول لها ان الاصل في الاشياء هو الحلال. فبيقولها سيف انهم مش مؤهلين عشان يفتوا في حاجه ما يعرفوهاش، وبتتضايق ريهام بسبب ان هي ومريم اللي بيحضروا الفطار وهانيا مش بتساعدهم، واللي بتدخل اوضتها وبتبقى عايزه تبعت رساله لعلي لكنها بتمسحها. وبيتعصب سيف لما بيشوف مراد داخل اوضه هانيا وبيقفل الباب، وبيحكي لريهام اللي حصل وبيقول لها ان ده غلط، وبيتعصب اكتر لما بيشوف اللبس اللي هي لابساه عشان تنزل البحر وبيتخانقوا سوا. وبتحاول مريم انها تهديهم، لكن سيف بيتضايق وبيرفض ان هو وريهام يروحوا البحر، وبيطلب من مريم انها تخرج، واللي بتطلب من صحابها انهم يقضوا اليوم قدام حمام السباحه عشان خاطر صحابهم، وبتقول لهم هانيا انهم يتفرقوا، لكن مراد بيرفض وبيقول لها انه عايزه تقرب منهم. وبعدها بتتكلم مريم مع هانيا وبتحكي لها عن سيف وبتقول لها انه دايما ما كانش عنده وسط، ويا اما منحرف جدا يا اما متشدد جدا. وبيحس سيف بالغلط وبيحاول انه يصالح ريهام، واللي بتقوله انها بتحاول تعمل اللي يرضيه لكنه مش بيعجبه في النهايه، وانها ما عندهاش مشكله انه يتغير لكنه ما ينفعش يغيرها كانه بيدوس على زرار. فبيقولها انها عندها حق وانه فعلا مستعجل يخليها تشوف اللي هو شايفه. وبيدخل علي الحمام وبتستغل هانيا الفرصه عشان تكلمه، وبتطلب منه انه ما يبصلهاش ولا يحكي لمراد على اللي حصل، وانها بس كانت بتحب السواقه وعشان كده هزرت معاه. فبيفهم علي كلامها وبيقولها انه مش هيحكي حاجه وان مفيش حاجه حصلت اصلا. وفي الوقت ده بتشوفهم ريهام هما بيتكلموا وبتشك ان في حاجه غلط، ولما بيجي الليل بيخرجوا كلهم مع بعض، وبيتضايق سيف وبيحس انه مش مرتاح، وبيتضايق اكتر لما ريهام بتشاور لحسن زميلها في الشركه. وبعدها بتدخل الحمام هي ومريم وبيمشي واحد وراهم وبيعاكسها، لكن ريهام بتزعق له وبيحاول انه يعاكسها تاني قدام جوزها، واللي بيتعصب جدا وبيضربه خصوصا لما بيكذب وبيقول انه كان بيكلم مراته من شويه. وبتحاول ريهام انها تفهم سيف وتحكي له اللي حصل، لكنه بيبقى متعصب وبيرجع البيت. وبعد شويه بيتفاجئ مراد لما بيشوف مريم قاعده مع علي وبتشتكي له من جوزها، وده لانها شكه انه بيخونها، وبيفتكر مراد اللي حصل من سنين، وان علي اعترف له انه بيحب مريم وانه مش هيقدر يشوفها مع سليم وعشان كده هو هيسافر للجونه، وده لان سليم اخوه ومريم بقت زي اخته. وتاني يوم بيفضل سيف متضايق ومش بيبقى عايز يتكلم مع ريهام، واللي بتتاخر عن الفطار وبترفض هي وسيف انهم ينزلوا البحر، وبيقول لهم مراد انه هيخرج هو وهانيا، واللي بتتكلم مع ريهام وبتقول ان جوزها بيحبها جدا وانه علشان كده اتخانق امبارح، وانها محتاجه بس تتعامل معاه بذكاء وهدوء عشان الدنيا بينهم تتلم، وانها اتكلمت معاه واتاكدت انه طيب جدا. فبتضايق ريهام من كلامها وبتطلب منها انها تحتفظ برايها لنفسها، وانها اكتر واحده تعرف جوزها وتعرف ازاي تتعامل معاه. فبتهديها مريم وبتقول لها ان هانيا ما قالتش حاجه وهي اللي متضايقه منها، فبتقول لها ريهام ان هانيا حشريه. وبيتضايق علي من اللي بيحصل وبيبقى ندمان انه رجع من الجونه، وبتهدي مريم وبتقول لهم انهم هيخرجوا وهتجهز عشان يروحوا البحر. وبيتخانق مراد مع علي وبيقول انه اكتر واحد يعرفه وانه مش معجب باللي سمعه من كلامه مع مريم، فبيقول له علي انه اتجنن، وبيقفل الكلام لما سليم بيدخل عليهم وبيسيبهم وبيمشي. وبيحاول سليم انه يتكلم مع علي ويساله عن اللي حصل، لكن علي بيتضايق عليه ومش بيرضى يتكلم. وبيتكلم مراد مع هانيا وبيقول لها انه زهق من كتر الخناقات وان سيف كان عنده حق وانه ما كانش ينفع ان كلهم يقعدوا مع بعض. وبترجع مريم من البحر وبتتكلم مع صاحبه الحضانه اللي بنتها فيها واللي بيبقى اسمها نور، اللي بتحكي لمريم على اللي حصل لجارتهم وان جوزها خانها. وفي الوقت ده بيدخل سليم وبيتضايق وبيقول لمريم انه مش بيحب انها تتكلم مع حد فيديو، وده لانه بيحسهم في اوضه نومه، لكن مريم مش بتقتنع بكلامه وبتقوله ان هي اللي اتصلت عليها فيديو. وبيروح مراد لسيف وبيساله ان كان ينفع يقول لواحد صاحبه انه شاكك ان مراته في بينها حاجه هي وصاحبه، فبيقول سيف ان ده حرام، وده لانه مش متاكد وان واقعه الزنا في حد ذاتها بتبقى محتاجه 4 شهود، وان ده مستحيل يحصل بسبب ان ربنا عايز يستر عباده، فبيقتنع مراد. وبعدها بيخرج سليم وبيتصل على نور، واللي بيظهر ان في بينهم علاقه، وبيتعصب عليها بسبب اللي عملته، وده لانه ما ردش عليها، وبتقول له نور انها لو عايزه تجيبه من اوضه نومه هتجيبه، وبتبقى متضايقه جدا بسبب انه مسافر مع زوجته واصحابه، وبتقول له انه غريب هو واصحابه وانها مش فاهمه الستات اللي قاعدين مع رجاله في بيت واحد. فبيقول لها سليم ان مفيش حد فيهم بيبص على مرات التاني، وبيحذرها من ان
انها تغير من مريم، وبيقول لها ان لو اتفضح وهيختار مراته، فبترتبك نور وبتقوله انها بتغير عليه عشان بتحبه وانها موقفه حياتها عليه. وفي الوقت ده بتروح ريهام السوبر ماركت وبتقابل حسن، فبتتوتر جدا وبتطلب منه انه يمشي بسبب ان سليم معاها وممكن يحكي لجوزها. وبتتصدم ريهام لما بترجع البيت وبتعرف ان جوزها يستقيل من شغله، وبيتخانقوا سوا وبيقول لها انه ما عادش عايز يشتغل في الشركه ومش بيرضى يكمل كلامه. فبتتعصب ريهام وبتفضل تشرب، ولما بيجي الليل بينزلوا كلهم الحفله اللي مريم عاملاها، وبتقعد ريهام لوحدها وبتكمل شرب. وبعدها بتحاول تتكلم مع سيف وتصالحه بسبب كلامها معاه، فبيقولها سيف انها عارفه انه هيتضايق لما يشوفها وهي بتشرب، وانه قال لها ان السفريه من اولها غلط. وفي الوقت ده بتشوف مريم رقم غريب على تليفون جوزها وبتحاول تعرف مين، لكن سليم بيشوفها وبيقول لها انها مش هينفع تفتش في تليفونه وان اللي عمله زمان خلاص عدى. فبتقوله مريم ان هو اللي خلاها تشك فيه طول الوقت، وبتتبسط لما بيتصل على الرقم وبتسمع صوت راجل. وبتشوف هانيا سيف وهو بيجيب اكل، وبتقف تتكلم معاه وبتقوله انها مكسوفه قوي، وده لانها من اول ما جت وهما بيتخانقوا في مشاكل ما بين بعض. فبيقولها سيف انها شخصيه محترمه وانهم مبسوطين انهم اتعرفوا عليها. وبتتعصب ريهام لما بتشوفهم هما بيتكلموا، وبتتخانق مع هانيا واللي بتزعق لها، وبتطلب منها ما تتكلمش معاها بالطريقه دي، وبتقول لمراد انها تمشي. فبيحاول انه يهديها وبيقول لها انها غلطت عشان عارفه المشاكل اللي بينهم، وان طبيعي ريهام تستفز لما تشوفها. فبتقول له هانيا انها مجنونه، فبيتضايق مراد وبيدافع عن ريهام وبيقول لها انها مضغوطه في نفس الوقت اللي بتدخل عليهم، وبتعتذر لهانيا وبيقول لها مراد انه ما حصلش حاجه. وبعدها بشويه بتخرج هانيا وبتشوف ريهام وهي قاعده مع علي وبتعيط في نفس الوقت اللي سيف بينزل فيه، لكنها بتنجح في انها تنبه ريهام قبل ما سيف يشوفها، واللي بياخدها وبيطلع الاوضه وبيحاول انه يتكلم مع ريهام، لكنها بترفض وبتقول انها مش عايزه تتكلم في حاجه. وتاني يوم بتحاول مريم انها تصالح زوجها على شكاها فيه، وبتقول انها بتحبه جدا وبتغير عليه، وبتبدا بعدها تبخر البيت عشان تمنع الحسد. وبيطلب سيف منها انها تشغل القران، وفي الوقت ده بتعتذر ريهام لهانيا على اللي حصل وبتشكرها انها نبهتها، وهي بتقول لها ان مفيش اي حاجه بينها وبين علي وانها كانت بتشتكي له. فبتتفهم هانيا وبتقبل اعتذارها. وبعد الفطار بتتكلم مريم مع هانيا وريهام، وبتقول لهم انها هتاخدهم عند واحده بتقرا الفنجان، فبتتبسط هانيا جدا، لكن بيظهر ان سليم مش بيحب الموضوع، عشان كده مريم بتروح من وراه، لكنهم بيتصدموا لما بيروحوا. وبتقول لهم اللي بتقرا الفنجان ان مصيرهم هما الثلاثه مربوط ببعض، وان في واحده فيهم هتكون السبب في اللي هيحصل لهم، وانهم قادره ان كان خير او شر. وبتحس ريهام ان اللي بتقرا الفنجان بتقول اي كلام، وبتصدقها هانيا، لكن مريم بتبقى مقتنعه بكلام الست، وبتقول لهم ان فناجينهم كانت شبه بعض فعلا. وفي الوقت ده بيجي لعلي رساله تهديد من رقم غريب، واللي بيبقى مكتوب فيها انه عارف كل حاجه حصلت في الفيلا. فبيتعصب علي وبيشك في مراد وبيتخانقوا مع بعض، وبيحاول سليم انه يفهم لكنهم بيسكتوا، وبيتدخل سيف وساعتها بيتخانقوا كلهم. ولما هانيا بتوصل بيطلب مراد منها انها تلم هدومها، وكلهم بيبداوا يحضروا الشنط عشان يمشوا. وبتستغرب ريهام هي ومريم اللي حصل، خصوصا مريم اللي بتتضايق جدا، ولما بيرجعوا للبيت بتتضايق اكتر بسبب ان سليم بيسيبها وبينزل. فبتحط التليفون في شنطه العربيه عشان تعرف مكانه، وبيكذب سليم عليها وبيروح عند نور. وبتطمن مريم لما بتعرف انه ما خرجش بره الكومباوند، وبيتضايق سليم من نور بسبب انها بتلخبط في الكلام، وبتقول انه ممكن يكون صحابه اتخانقوا عشان مريم. وبتروح مريم للكافيه اللي سليم فهمها انه هيروحوا، وبيتصدم لما بتبعت رساله لنور وبتقول لها على مكانها. وبيخرج بسرعه عشان يروح لمراته، وبيكذب عليها وبيقول انه كان في الحمام. وبيتخانق مراد مع هانيا بسبب انها كذبت عليه وما قالتلوش انها تروح عند الست اللي بتقرا الفنجان، وبيقول انه لازم يعرف مكانها. وتاني يوم بتقابل مريم والدتها وبتحكي لها على اللي حصل في الرحله. وفي الوقت ده بتدخل نور عليهم وبتحاول توقع مريم في زوجها، وبتقول لها انها ما ينفعش تقعد مع ستات تانية في بيت واحد وجوزها معاها، وانه ممكن يبص عليهم. فبترتبك مريم، لكن والدتها بتحرج نور واللي بتزعل، لكن مريم بتصالحها. وبتتعصب ريهام على حسن، وده لانه كان بيبص لها كتير وبيروح الساحل وهي هناك، وبتقول انه بيحطها في موقف محرج مع زوجها. فبيقول لها حسن انه زميلها عادي. وفي الوقت ده بيجي رساله لعلي من الرقم الغريب، وبيتصدم لما بيبعت له فيديو ليه وهو مع واحده، وبيهدده انه لو عرف اللي بينهم ساعتها ينشر الفيديو. فبيتصل علي على واحد صاحبه وبيطلب منه يعرف الرقم لمين، وبيروح سيف للمدير عشان يقدم استقالته، لكن المدير بيرفض بسبب كفاءته في الشغل، وبيديله فرصه اسبوعين عشان يفكر براحته. وبعدها بتخرج مريم من الكافيه، وبتتبسط نور لما بتعرف انها تخرج من غير سليم، وعشان كده بتتصل بيه وبتطلب منه انه يفطر معاها. وبيطلب مراد من هانيا انها تجهز عشان تسافر معاه، وده لانه وراه شغل ضروري. فبتتضايق، وده لانه وعدها انه هيخرج معاها بالليل وهيحضروا حفله صحابها. وبيرفض مراد انها تحضر الحفله لوحدها، وبتضطر هانيا انها توافق. وبيتكلم سيف مع صاحبه واللي بيقنعه انه يفضل في الشركه، وده لانه ما يعرفش شغل غيره، خصوصا انه وراه بيت ومسؤوليات، وبيقوله ان اهم حاجه في شغله هو ضميره، وانه لازم يراعي الموظفين اللي بيشتغلوا معاه ويفكر فيهم. وبيروح سليم عند نور واللي بتشوف اتصال مريم، وبتقرر تقفل التليفون عشان سليم ما يسيبهاش ويمشي. وبتفضل مريم ترن عليه، وده لانها نسيت مفتاح البيت. وفي الوقت ده بتتصل ريهام على سيف عشان تعرفه بخبر الترقيه، لكنه مش بيسمعه وبيقول لها انه قاعد مع صاحبه. فبتضطر انها تقول لحسن واللي بيتبسط جدا وبيقول لها انه
هيساعدها لحد ما تاخد الترقية. وبتترعب نور لما الباب بيخبط وبتلاقي مريم بره وبتطلب من سيف انه يطلع الاوضه ويقفل على نفسه، وبتعتذر لها مريم وبتقول لها انها مش عارفه تدخل بيتها. فبتحاول نور تتماسك وبتقول لها انها تعمل لها حاجه تشربها، وبعدها بتطلع لسيف وبتطلب منه انه يكلم مراته ويقول لها اي حاجه عشان تمشي. وبتخاف نور جدا لما بنت سليم بتخبط عليهم، واللي بيبعت رساله لمراته وبيكذب عليها وبيقول لها انه كان في اجتماع. فبتطلب مريم منه انه يوريها رقم الدولي اللي كان بيكلمه، وبتتحرج لما بتشوف الرقم، وبتكذب هانيا على مراد وبتفهمه انها رجعت القاهره، لكن الحقيقه انها في حفله صحابها. وبيلومها صاحبها على عملته وبيقولها انها غلطت. فبتقول له هانيا ان هو اللي اضطرها تكذب وده لانه خانقها، وبعدها بتقول لاصحابها على سر وهو انها حاسه ان علاقتها بمراد مش هتكمل. وبترجع ريهام للبيت وبتقول لسيف على الترقيه لكنه مش بيتبسط، وبيقولها انه عايزه تسيب الشغل لسبب انها بتتاخر وانه عايزه تخلف. فبتزعل ريهام وبتقول انه واخدها وهي بتشتغل وانه عارف انها بتحب اللي بتعمله جدا وعايزه تطور فيه، ده غير انها مش مستعده للخلفه دلوقتي. فبيتعصب سيف وبيسيب الاكل وبيمشي. وبيرجع علي للفيلا وبيبقى معاه مهندس الكترونيات عشان يتاكد ان كان في كاميرات في الاوضه، وبيعرف انه كان فيه لكنها اتشالت بعد ما مشوا على طول. وفي الوقت ده بيجي رساله لمراد وبيتصدم لما بيشوف علي مع واحده لكن مش بيبقى ظاهر هي مين. وفيديو تاني فيه علي بيتكلم مع هانيا عن اللي حصل ما بينهم، وبعدها بيبعت له رساله وبيطلب منه ما يحكيش في اللي حصل لحد والا هينشر صور خطيبته في كل حته. وساعتها بيفتكر مراد اليوم اللي شاف فيه هانيا وهي بتتكلم مع علي وانها بعدها قالت له ان هي لقت الشاحن. وبتتصل نور على مريم وبتحاول توقع بينها وبين سليم، وبتسمع مريم كلامها وبتتخانق مع جوزها وده لانه مش بيرضى يديها التليفون، وبيقولها انه سكت لها كتير وانه ممكن يعمل معاها كده ويفتح تليفونها لكنه واثق فيها وانه مش بيدور على نكد زيها. فبتقول انها مش محاوطه رجاله حواليها زي ما في ستات كتير حواليه وان عينه زايغه. فبيطلب سليم انها تبطل تنكد وده لانها تحول حياتهم لسواد. وبيقرر مراد انه يغير تليفونه بعد ما اتاكد ان مفيش كاميرات في بيته. وبتحاول هانيا تتصل بيه لكنه مش بيرد عليها. وتاني يوم بتروح ريهام عند مريم وبتقول لها انها بتفكر تتطلق وانها ما بقتش مستحمله معامله جوزها ليها وانها غصب عنها بتقارنه بحسن زميلها واللي كان فرحان بيها جدا لما عرف انها تترقى. فبتتفاجئ مريم بكلامها وبتحاول تهديها وبتقول لها ان كل الرجاله واحد وان حسن كويس عشان هو زميلها، وبتحذرها انها تقرب منه اكتر وده لان الموضوع خطر. وبيصحى علي على مكالمه من الشخص اللي بيبتزه وبيطلب منه انه يحوله الفلوس، وبيوعده انه مش هيهدده تاني وده لانه مش طماع وانه بيقرص ودنه وبس. وبتخرج مريم مع اصحابها وبتحاول نور انها توقعها مع جوزها تاني، وبتقول لها ان اكيد في حد في حياته وانه بيكذب عليها. فبتستغرب صاحبتهم الثالثه من الكلام وبتقول نور انها بتخرب بيوت وانها ما ينفعش تقول الكلام ده. فبتمثل نور عليها وبتعمل انها بتعيط وبتقول لها انها عايزه مريم تبقى كويسه. وبتقابل هانيا مراد واللي بيظهر عليه انه متغير وبيسالها ان كانت بتكذب عليه في حاجه. فبترتبك هانيا خصوصا لما بيسالها عن علي وبتقول ان مفيش حاجه. وفي الوقت ده بتتعصب ريهام على موظفه في الشركه وبيهديها حسن. فبتحكي له ريهام على اللي حصل بينها وبين سيف، فبيقول لها حسن انه رايه مش مهم وان اهم حاجه انها تركز في شغلها، وبيطلب منها انها تروح معاه الكافيه وتشرب قهوه عشان تفوق. وبعدها بيرجعوا للمكتب وهما بيضحكوا. وبتتصدم ريهام لما بتلاقي سيف مستنيها وبيقول لها انه كان حاسس انه سخيف معاها وكان عايز يصالحها لكن واضح ان كان عنده حق وبيسيبها وبيمشي. وبتحاول ريهام انها تتكلم لكنه مش بيرفض. ولما بيجي الليل بتقابل هانيا علي بعد ما اتصلت عليه وبتساله ان كان اتكلم مع مراد وده لانها حاسه انه متغير معاها. وفي الوقت ده بتروح نور الشغل عند سليم وبتعرف منه انه خلى واحد صاحبه يكلمه من بره، وبعدها بيطلب منها انها تمشي بسرعه بسبب ان سيف هيحاود عليه. واللي بيتكلم معاه بيقول له ان قعدتهم وحشته وانه عايزه يساعده عشان يصالح علي على مراد. فبيوافق سليم وبيساله عن علاقته بزوجته. فبيحكي له سيف وبيقول له انه حاسس ان علاقتهم اتغيرت خصوصا بعد ما رجع من العمره وانه حاسس انه مش من اولوياتها. فبينصحه سليم وبيقوله انه اتجوز ريهام وهي طموحه وبتحب شغلها وانه مش هيغيرها بين يوم وليله. وفي الوقت ده بيجي رساله لسليم من نفس الرقم اللي بيهدد علي وبيبعت له نفس الفيديو والرساله. فبيتصدم سليم وبيتصل على مريم وبيطلب منها ما تنزلش من البيت لحد ما يروح لها، لكن مريم بتترعب لما والدتها بتجيلها الازمه وبتتصل على الاسعاف وبتاخد سليم معاها للمستشفى. وبيقرر علي انه يروح القسم عشان يبلغ لكنه بيتفاجئ لما اللي بيبتزه بيتصل عليه وبيكتشف انه بيراقبه. وبتضطر مريم انها تبات في المستشفى مع والدتها وبتطلب من سليم انه يجيب لها هدوم من البيت. فبيوافق وبيستغل الفرصه وبياخد تليفونها معاه وهو ماشي. وبتحاول نور انها تتصل عليه لكنه مش بيرد، وبينجح سليم في انه يفتح تليفون مريم وده لان بنتهم عارفه الرقم السري. وبيشوف سليم مكالمتها مع علي واللي بيظهر انها من قريب. وبتتعصب نور وبتقرر تروح له البيت وبتطلب منه انه يروح لها البيت. فبيضطر انه يوافق وبيقول لها انه هيروح المستشفى وهيرجع لها، وبعدها بيحكي لها كل اللي حصل وبتقول له انها هتكلم مريم وتطمن عليها، لكن سليم بيبقى فاهم حركاتها وبيقول لها انها عامله صاحبتها وهي شاطه
جوزها، فبتقول نور ان هو اللي جري وراها، وبعدها بتطلب منه يخرج معاها، فبيتضايق سليم وبيقول لها انها بتستغل الموقف وان عمره ما يخرج معاها، وبيتضايق اكتر لما بتقول ان مراته بتخرج مع اصحابها وانها سمعتها وهي بتتكلم مع علي، وبيتخانق سيف مع ريهام وبيخيرها بينه وما بين شغلها، وبعدها بيروح لعلي وبيقول انه هيصالحه على مراد، فبينهار علي وبيقول انه ندمان على كل اللي عمله وانه خايف من ربنا وان نصيبه من الستر يكون خلص، فبيوديه سيف وبيطلب منه انه يسلم امره لربنا، وبيتكلم مراد مع والده وبيقول له انه عايز يسيب هانيا ومش بيرضى يحكي اللي حصل، فبيقلق والده جدا وبيقوله ان عيلتها كبيره جدا وانه ممكن يتاذي في شغله وانه ما ينفعش يسيب خطيبته فجاه بعد ما دخل البيت واتكلم مع والدها، وبعدها بتروح هانيا لعلي وبتقوله انها عايزه تعرف ايه اللي حصل، وبتتفاجئ لما بتعرف انه شاف صورتها مع اصحابها واكتشف انها كانت بتكذب عليه، وبعدها بيسالها علي يكلمها امتى وبيبقى عايز يشوف تليفونها، فبتضايق هانيا وبتقوله انها كانت عايزه تقابل صحابها وانه كان مصر على رايه، فبيقول لها انها لازم تسمع كلامه وما تروحش مكان هو مش موافق عليه، فبتقول له هانيا ان عنده حق، لكنها بتتعصب لما بتحس انه شاكك فيها، وبتقوله ان هي اللي مش عايزه تكمل وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتقلق مريم لما والدتها بتفوق وبتقول لها انها حلمت حلم وحش، وفي الوقت ده بيروح لها مراد عشان يزور والدتها، وبعدها بيسالها عن علي وان كان حصل حاجه بينهم في اخر فتره، فبتتعصب مريم وبتقوله انه اكيد لا، وبتضايق ريهام من حسن بسبب انه بيتعدى حدوده وبيمسك ايديها، وبتقوله انهم اخواته وزمايله بس، وبيتضايق لما بتعتبره اصحاب، وبيقول لها انهم طول الوقت مع بعض، وبيكملوا كلام على التليفون وان ده مش عادي، وبيتفاجئ سيف لما مراد بيحكي له قصه علي وانه كان بيحب مريم، لكنه بيقف في صف علي وبيقول انه جدع وده لانه بعد ومحدش فيهم عرف حاجه، وبيطلب من مراد انه ما يتكلمش في الموضوع ده تاني ادام مش متاكد. وبترجع مريم للبيت وبتزورها ريهام، وبتحكي لها مريم عن المشاكل اللي عندها، وبتقول لها انها حاسه ان في واحده في حياته وانه عايز يطلقها، وبتزعل مريم لما ريهام بتقول لها ان مفيش حاجه جديده وانها متعوده، وبتقول لها مريم انها بتعيط طول الوقت وانها مش فرحانه انها بتراقب جوزها طول الوقت، وبعدها بتشك مريم في جوزها بسبب انها بتعرف انه لسه في الكومباوند على الرغم من انه قايل لها انه في التصوير، وبتفضل تراقب مكان عربيته لحد ما بتلاقيها قدام بيت نور. وفي الوقت ده بنشوف سليم هو بيتخانق مع نور وبيقول لها انه هيسيبها وان مراته ما تستحقش اللي هو بيعمله وانه مش عايز مراته تعمل حاجه، وبتشوفه مريم وهو طالع من عندها، وبعدها بتروح لها البيت وبتسالها عن جوزها واللي كان بيعمله عندها، وبتفضل تتخانق معاه وبتهددها انها تفضحها في الكومباوند كله وهتخليها تقفل الحضانه بتاعتها، فبتقول لها نور انها ساعتها هتفضحها هي كمان، فبتضربها مريم بالقلم وبتمشي. وفي الوقت ده بيجي لسيف نفس الرساله اللي جت لعلي وسليم ومراد، وبترجع مريم للبيت وبتواجه جوزها بالحقيقه وبتقول انه مش هيقدر يطلعها مجنونه زي كل مره، فبيرتبك سليم وبيقول لها انها هي اللي غلطانه وده لانها بتدخل صحابها في حياتهم، فبتعيط مريم وبتساله انه ازاي صغرها قدام صاحبتها وان كانت قصرت في حقه وانها طول الوقت جاهزه، وبيرجع البيت بيلاقي اكله ودولابه على طول متوضب وانها سابت كل حياتها عشانه وده لانه اهم حاجه في حياتها وانه خلاها ما عندها ثقه في نفسها، وعشان كده هي طول الوقت بتلبس هدوم اوفر وحاطه مكياج طول الوقت عشان بس يشوفها حلوه، فبيعترف سليم بغلطه وبيقول لها انه بيحبها، فبتساله مريم ان كانت زهقت من روتين زيه وخانته ساعتها هيسامحها ولا لا، فبيحكي لها سليم على الفيديو اللي جاله وبيقول لها ان هي وعلي فيه، وبتضحك مريم لما بتشوف الفيديو وبتساله ان كان مصدق ان هي اللي في الفيديو، وبتزعق فيه وبتقول انها مش زيه. وفي الوقت ده بنشوف سيف وهو مش قادر ينام وبيفتكر كلام مراد، وبتصر مريم انها تروح لعلي مع سليم عشان تثبت له ان الفيديو مش حقيقي، لكنهم مش بيلاقوه في البيت، وبتحاول هانيا انها تتصل على مراد لكنها بتعرف انه عملها بلوك، فبتتصل على علي وبتقابله عشان تتكلم معاه، وبيتصل الرقم المجهول على مراد وبيعرفه ان هانيا هتقابل علي، لكن مراد بيجي له شغل فجاه ومش بيعرف يراقبهم، وبتقابل هانيا علي وبتحكي له على اللي حصل وبتقول انها اكتشفت ان هي بتحب مراد وانها عايزه علاقتهم تتحسن، وبعدها بتساله عن مشكله الفيديو وبتعرفه ان عندها واحد صاحبها يقدر يعرف صاحب الرقم اللي بيكلمه. تاني يوم بيراقب سيف مراته، وبعدها بيرجع للشركه وبيتكلم مع صاحبه على اللي حصل، فبيقول له صاحبه انه حصله نفس المشكله في اول جوازه وانه ما كانش بيرتاح لواحد قريب زوجته وده لانه كان موجود على طول، لكنه قرر يهدى لحد ما اتاكد وعرف ان اللي في دماغه غلط وانه كان هيهدم بيته بايده، وبيطلب منه انه ينسى ويشيل كل ده من دماغه. وبعد ما بيخرج من الشركه بيروح لريهام وبيراقبها وهي بتشتغل، وبيقابل علي صاحب هانيا واللي بيقول له ان في كاميرات متطوره جدا ما يقدرش حتى انه يلاحظها، وبيوعده انه هيجيب له صاحب الرقم، وبيتعصب سيف لما بيشوف حسن وهو بيتكلم مع ريهام وبيديها سلسله هديه، واللي بتتفاجئ لما بتشوف سيف قدامها، وبيستغل حسن الفرصه وبيقول انه ريهام كان عندها حق، واللي بتتضايق جدا من حسن وبتطلب منه يمشي، وبتحاول انها تتكلم مع سيف لكنه بيرفض وبيقول لها ان مفيش كلام ما بينهم، وبتحاول انها تبعت له رساله لكنه مش بيرد عليها،
وبيتصدم مراد لما بيعرف من سليم ان اتبعت له نفس الفيديو، وبتعيط مريم لوالدتها وبتقولها انها مش عارفه تعمل حاجه ولا قادره تفكر، فبتهديها والدتها. وبيتفاجئ سليم لما بتجيله رساله من نور وبتهدده انها تفضح مراته لو ما ردتش عليه، وبتبعت له الفيديو بتاع علي. فبيتعصب سليم جدا وبيروح لها البيت في نفس الوقت اللي علي بيروح فيه لصاحب الرقم، واللي بيظهر انه راجل غلبان اسمه صابر وبيتخانق علي معاه. لكن صابر بيبقى مش فاهم حاجه وبيقول انه ما عملش حاجه، وبيتخانق سليم مع نور وبيقول لها انها مجنونه ومريضه. فبتترعب نور وبتقول انها ما عملتش حاجه وانها خدت الفيديو من تليفونه وهو بيكلم مراته وبعتته لنفسها، وبيصدقها سليم لما بيشوف الرساله. وبعدها بيزعق لها وبيقول لها انه مش عايز يشوف وشها تاني. ولما بيخرج بيجيله رساله من اللي بيبتز وبيطلب منه فلوس، وبيعرف علي ان في واحد ضحك على صابر وخد البطاقه بتاعته عشان يعمل خط باسمه. وبتتصل هانيا على مريم وبتروح لها البيت وبتحكي لها على اللي حصل بينها وبين مراد، وبتقول لها انها مش عارفه تسيبه، وبتطلب من مريم انها تكلمه وتخليه يقابلها. وفي الوقت ده بتدخل ريهام عليهم وبتحكي لهم مشكلتها مع سيف، وبتحس مريم ان في حاجه وانهم بيمروا بنفس المشكله. وبتتصدم ريهام لما بتعرف اللي حصل بين سليم ونور، وبتطلب من مريم انها تحافظ على بيتها وجوزها وانها ما تخربش بيتها. لكن مريم بتبقى مركزه مع اللي حصل لهم وبتفتكر كلام العرافه وان في واحده هتبقى السبب في اللي حصل لهم. فبتفتكر مريم وبتقول لهم ان هي اللي حجزت الفيلا. وبيحكي صابر كل اللي حصل لعلي، وبيقولوا انه في واحد كان عايز ابوه يحول فلوس وكان عنده مشكله في الرقم القومي وطلب منه البطاقه مقابل 3000 جنيه، وانه اضطر يوافق عشان الفلوس. ومش بيقدر علي انه يعرف كل مواصفات الشاب، ومش بيرضى انه يبلغ البوليس عشان ما يأذيش صابر. وبتقرر مريم تبعت رساله للصفحه اللي اجرت منها الفيلا وبتقول لهم انها هتبلغ عنهم بسبب ان كان في كاميرات في الفيلا. فبيرد صاحب الصفحه عليها وبيقول لها انهم مجرد وسيط ما بين الزبون واصحاب الفيلا وانهم ما لهمش دعوه بالموضوع، وبيدوها رقم الشخص اللي هي اجرت منه الفيلا. وبتكتشف ريهام نية حسن زميلها وبتقول له انها اول مره تشوفه على حقيقته وانه خساره يبقى صديق حتى، وده لانه استغل الموضوع وكان عايز يبوظ لها حياتها. فبيقول لها حسن انه بيحبها وكان بيحسسها بقيمتها طول الوقت وانها ممكن تبدا حياه جديده وتتطلق، وبيطلب منها تديله فرصه. فبتقول له ان كلام جوزها كان صح وان هي اللي كانت غلطانه. وبيروح علي لصاحبه الفيلا وبيحكي لها على الموضوع، لكنها بتتعصب عليه وبتقول انها مش محتاجه فلوس عشان تعمل كده وانها بتاجر الفيلا من سنين. بس بتهدى في النهايه وبتطلب من علي انه يكلمها لو عرف حاجه جديده وانها تحاول تعرف اللي حصل. وبتتصل مريم مع الشخص اللي اجرت منه وبتطلب منه يقابلها عشان هي عايزه تاجر فيلا تانية. فبيوافق وبيقابلها فعلا، ومش بيبقى عارف حاجه عن موضوع الكاميرات، وبيدي لها البطاقه بتاعته عشان لو حبت تبلغ، وبيقول لها انه بيأجر الفيلا من زمان جدا وانه ما كانش هيقابلها لو عمل حاجه غلط. فبتصدقه مريم وبتاخد رقم بطاقته. وبعدها بتقابل ريهام وهانيا وبيكتشف ان الفيديو اتبعت ليهم كلهم، وبيشك مراد وسيف علي. لكن سليم بيحس ان في حاجه غلط وبيقرروا انهم يزوروا علي عشان يفهموا اللي حصل، واللي بيتفاجئ لما بيشوفهم وبيتصدم اكتر لما بيعرف انهم شافوا الفيديو بتاعه. وبيتعصب مراد لما بيقول له ان اكيد هانيا اللي قالت لهم، وبيزعق له علي وبيقول له ان عمره ما هيبص لخطيبته اخوه ولا اي واحده من مراتاتهم. وبيوريه مراد الفيديو اللي بينه وبين هانيا، وبيعترف علي بالحقيقه وبيقول ان خطيبته هي اللي قابلها على الطريق وان ما حصلش حاجه ما بينهم، وعشان كده ما حبش انه يتكلم عشان ما يكبرش الموضوع على الفاضي، وانه كان بيقولها الكلام ده عشان ريهام كان يومها حالتها وحشه وان هانيا شافتهم وعشان كده حاولت تنبههم عشان سيف ما يفهمش غلط. وبعدها هانيا اتكلمت معاه وما كانتش فاهمه علاقته بريهام، وقالت له انه بيلعب على الكل، وده لانه عارف كويس ان ريهام عندها مشاكل مع جوزها. لكن مراد مش بيقتنع بالكلام وبيساله على اللي حصل بينه وبين مريم. فبيحكي لهم علي على اللي حصل، وهو انه كان بيحاول يهدي مريم بسبب انها شافت نمره حبيبه سليم السابقه على تليفونه، وانه ساعتها قالها ان الموضوع ملوش لازمه. فبيسالهم مراد عن البنت اللي في الفيديو، فبيقول لهم انه قابل واحده كان مصاحبها من زمان في الحفله وانه دفع فلوس كتير عشان ما تتفضحش وانه عمره ما هيبص لمرات صاحبه. فبيقول لهم سيف ان الغلط عليهم هم، وده لانهم ما عملوش حرمه لبيتهم وفتحوها على البحري، وان حتى الاخوه ليها حدود، وانه اكبر دليل ان علي جاب واحده في البيت اللي كان فيه ستات. وفي الوقت ده بتدخل مريم عليهم وبتقول لهم انها كلمت الراجل اللي اجرت منه وانه مستعد انه يبلغ معاهم، لكن علي بيرفض، وده لانه بيبقى خايف ان البنت تتفضح. وفي الوقت ده بتفتكر مريم ان الخدامه بتاعتها دخلت الفيلا قبلهم، وبتظهر اسماء وبتسالها مريم ان كان في حد معاها دخل فيلا الساحل. فبترتبك اسماء خصوصا لما مريم بتقول لها ان سليم عايزها، واللي بيتخانق مع اسماء وبيهددها انه هيبلغ البوليس. فبتعيط اسماء وبتحكي له على كل اللي حصل، وبتقول لهم انها عرفت واحد اسمه اسماعيل واللي بيشتغل في محل كاميرات، وانها في يوم سمعت مريم وهي بتتكلم عن تمن ايجار الفيلا واللي بيبقى 400,000 جنيه، وانها لما قالت لاسماعيل على اللي حصل اقترح عليها انه هيصورها مع جوزها وهيبتزها. وبعدها بيعرفها ان في كاميرات صغيره جدا متهربه وانهم هيحطوها في الفيلا وهيروح معاها وهي بتنظف الفيلا، وعمرهم ما يفكروا فيها، وده لانها جاهله ومش بتفهم في الكاميرات. وبيطلب منها رقم الشله كلها، وبعدها بيروح معاها الفيلا وبيتبسطوا بيها جدا، وبيقول لها اسماعيل انهم اكيد نصابين وحراميه وان فلوس الايجار دي تحل مشاكله وكذا واحد زيه. وبتستغرب مريم من شر اسماء وبتقول لها انها مأمنها على بيتها. وبتكمل اسماء الحكايه وبتقول لهم ان اسماعيل صور علي وقرر انه يقص وش البنت اللي معاه ويستغل
الخناقة اللي بينهم ويبتز كل واحد فيهم، وبيطلب سيف من أسماء انها تكلم إسماعيل، واللي بيتفاجئ بالشرطة قدامه وبيتصدم لما بيشوف أسماء مقبوض عليها، وبيروح مع البوليس الفيلا وبيوريهم مكان الكاميرات. وبعدها بفترة بيجمع علي كل أصحابه من غير ما يعرفوا عشان يعتذر لهم على اللي عمله، وبيقولهم إنه ندمان وإنه هيرجع الجونة وإنه عايزهم يقعدوا مع بعض ويتصالحوا وإن اللي حصل كان لسبب، وبيقولوا سيف إن ربنا كان عايزهم يشوفوا الصورة كاملة، وساعتها الحقيقة بانت. وبتتكلم هانيا مع مراد وبتقوله إنها عارفة غلطها وإنها عايزة يبدأوا صفحة جديدة، وده لإنها اكتشفت إنه حاجة مهمة جدا في حياتها، وبتوعده مش هتعمل كده تاني وإنه لازم يتكلم معاها وما يسيبهاش لوحدها. فبيقول لها مراد إنها وحشته وبيسامحها. وبتتكلم ريهام مع سيف وبتقوله إنها عمرها ما خانته. فبيقولها سيف إنها غلطت لما حكت مشاكلهم لراجل غريب استغل اللي ما بينهم وكان عايز يخرب بيتهم. فبتقوله ريهام إن عمرها ما كانت متضايقة إنه قرب من ربنا، وإن اللي كان مضايقها أسلوبه وطريقته، وإنها حاسة إن هي تايهة من غيره. فبيسامحها سيف وبيقولها إنها وحشته، لكن مريم مش بتقدر تسامح سليم وبتقوله إن مشاكلهم مش زي أصحابهم وإنه خاين وقليل أصل، وبتقوله إنه اللي يرضيها إنها تتطلق وإنها بتشتري حياتها، وإنها اكتشفت إنها مش بتقدر ترجع بعد ما بتمشي بعد ما ادت له كل حاجة وإن رصيده خلص عندها. وبعدها بنشوف نور وهي بتسيب البيت في نفس الوقت اللي مريم وسليم بيتطلقوا، وده لإنها قررت تبعد عشان يحس بقيمتها. وبتسيب رهام الشغل بعد ما اكتشفت إنها كانت ظالمة جوزها وإن هو اللي شجعها تفتح الشركة الخاصة بيها، وبيتجوز هانيا ومراد وبتكتشف إنها ما تقدرش تعيش من غيره. وبعدها بنشوف سيف وهو قاعد مع أصحابه ومبسوط بعد ما قرر إنه يعمل اللي هو عايزه وبس، وإنه بقى بيعمل حاجات كتير تبسطه من غير ما يغضب ربنا، وبيحس سليم إن حياته ناقصة من غير مريم. لكن بعد سنة بنشوفهم وهما بيتجوزوا تاني، وبتحمل رهام وبتضحك مريم معاهم وبتقول لهم إنه قدامهم فيلا جديدة، فبيعترضوا كلهم وبعدها بيضحكوا. الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.